عارفين كي كانت غدوز لان اصلا اتحاد طنجة فريق جيد في المستوى، عنده استحواذ كبير ديال الكره، ما كيخليكش تبني، فخلينا البالون بريمي ميتون وحاولنا نستغلوا المساحات اللي في الدار، ما تعتناش الهدف، ولكن ما خلينا ما بغيناش نخليوهم ترو كونفيون. شنو درنا؟ اون لي زابريسي نو اوسي في دوزيام ميتون، وخلقنا الفرص في ظهر لي ديرني جوور ديال لا لين ديفونسيف. داكشي علاش اون اوبتي بور ان جو اوفونسيف و بور اون كونسيرفاسيون دو بال. اليوم كان خصنا لابد اننا نربحو 3 بوان. علاش؟ لان سي اون ايكيب اللي كتبنا دابا، وحنا غاديين في الكورب طالعه في نيفو دي روندمون. الماتش ديال المولوديه ماشي هو الماتش ديال الرجاء، ماشي هو ديال اليوم انا زدنا ان كاب، وحنا غاديين في تا فيزيك ما راك تشوف في تالي اون تيني لو كو جوسكو بو، اون ابريسي، اون كري بوكو دوكازيون، بوكو دوكازيون. دونك عندنا بزاف ديال النقائص، سي نورمال لو فات اننا ما نسجلوش، خصنا نشتغلوا على هادشي. ولكن اليوم على العموم تكتيكمون كانت مباراه